يظهر لي لهنا تقصد في كاميرا ولملي وكريم بعد وزغودي اللي صار لي باش يكون حاضر وصير لبا هو كاميرا، الباقي مش حاضرين مالوريزمون مازالوا مش 100% دونك ما يقدروش يكونوا معانا موجودين. انا جو بريفير ديما يكون لاعب حاضر 100% لانه لو مازال ما تخلصش من الاوجاع مش يكون يعطيك 100% في الملعب وباش تخسر بوتيتر هو يخسر يرجع يتصاب مرة أخرى ونخسر التغيير. دونك بور لو مومون الماتش الذهاب يكون معنا إن شاء الله كاميرا على الدكة إن شاء الله. بالنسبة لعمر العرجون كيف وكيف اللاعبين المصابين الكل كلهم عندهم قيمة فنية وتكتيكية وشخصية حتى في المجموعة. دونك صحيح نفتقدوهم ونتمنى لهم الرجوع في أقرب وقت، ولكن بالتجارب السابقة كنا عنا غيابات واللي يلعب كان في المستوى وقدم أحسن ما عنده وما حسيناش إنه فما غيابات. قوة الفريق هذا هو في مجموعته وإن شاء الله اللي يلعب يقدم أحسن ما عنده إن شاء الله. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس. شكراً.